السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الذي أتمنى لكم في أفضل الأحوال. أريد أن أقدم لكم فكرة بالنسبة للناس، كما نرى العديد من الناس الذين يريدون أن يطلبوا لاستفادة أفكار وماذا يوجد في السوق، فكل واحد يختار الذوق الذي يناسبه. إليكم الصور ونترككم مع موسيقى. إذن مشاهدين الأعزاء، شاركت معكم أشكال من الأبواب وخزائن المطبخ. أتمنى أن الفيديو تم إعجابكم واقتراحاتكم أن تنالوا الإعجاب، وشكرا لكم على المتابعة، ومع فيديو آخر إن شاء الله.